السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاي لنا شتلات رمان، المفروض ان احنا نزرعها. شتلات رمان بس فيها طبعا بعض المشاكل، فالساق الرأسية مايلة، فيها سرطانات طلع، في أفرع هنا، في أفرع متشابكة. فاحنا قبل ما نبدأ عملية الزراعة نتعرف على بعض دلوقتي ازاي ان احنا نجهز العملية دي. فمبدئيا السرطانات دي هنعوز ان احنا نشيلها، نخلي في حدود 30 سنتي من تحت الساق نضيفة. هنتعرف هيبقى بالوضع ده، كل الأفرع اللي طالعة من منطقة التاج دي هتتقص. تمام، تبقى بالوضع ده. هنحاول ان احنا نشيل الافرع المتشابكة والافرع القريبة خالص من بعضها واللي طلع فوق بعضها والافرع الجافة. وطبعا الأفرع الكبيرة دي ممكن إن احنا نقومها بعد كده بخشب ولا حاجة. أفرع طالعة فوق بعضها زي دي هنشيل واحد ونخلي القوي. تمام، دي العملية فوق. بعد كده دي طبعا بتاعت الشجر، بتبقى جذورها طلع من تحت. المفروض ان احنا هنيجي نقص الجذور دي، لو في اي جذور طلع تتقص بحيث واحنا بننزل البتات ما يعرقلش عملية تنزيل الشتلة، وبالتالي هتهلك لنا الجذور وهتفتت الرمل من حوالين الجذور. وخلينا نتابع مع بعض. دي الحفر اللي احنا عاملينها، نحط فيها الرمل والسماد ومبيد فطري. دي شجرة تانية برضو هنلاقي فيها موضوع السرطانات ده هيتقص. وده كمان هنقصه، مش عايزينه. تمام، الأفرع اللي ملهاش عوزة دي هنلاحظ هنا في بعض الأفرع الصغيرة ميتة، دي برضه هتتشال. الأفرع ماي بعد الزراعة هنقومه بالسندات، الأفرع اللي داخلة لجوه دي. تمام، والأفرع لو في أفرع مايلة لتحت نفس النظام هنعوز إن احنا إيه نقصها ونعلمها بحيث تطلع مستقيم. شجرة زي دي طالع فهموات كتيرة، احنا بس هنخلي واحد او اتنين والباقي كله هيتقص. يعني هنخلي المو واحد او اتنين ده كل اللي احنا عايزينه، والباقي كله هيتقص. طبعا الواحد او اتنين اللي احنا هنخليهم دول بنخليهم اقوى اتنين، يعني بنخليهم اقوى اتنين، يعني ما نخليش واحد ضعيف ونقص القوي الا اذا كان القوي ده في مكان غير مناسب. تمام، بعد كده هنبدا ندور على الافرع الميته والمتداخله. الافرع ده فرع ده داخل لجوه مشكله، بعد كده هيعذبنا في موضوع التربيه بتاعتها. اهو الفرع ده ميت برضو هيتشال. يبقى احنا كده نضفنا الجزء السفلي. تمام، باقي الجزء اللي فوق في بعض الافرع الميتة هتتشال برضو، تنظيف الشجرة. وهنكمل خلاص. طيب نيجي لمنطقة الجذور،
في لو في هناك زور برضو هتعوز تتقص قبل عملية الزراعة عشان ما تعبناش واحنا بنشيل البسس. هنلاقي مثلا موضوع الأفرع الراكبة فوق بعضها زي دي لازم تشيل منها واحد، دول راكبين فوق بعضهم برضو تشيل منهم واحد، فدي كلها حاجات يعتبر حاجات تقليم يعني. الأفرع الجافة تمام، الأفرع دي عايزينها، دول يعتبر راكبين فوق بعضهم يعني، ده لو جاي هنا مفيش فيه مشكلة، إنما يعتبر فوق بعض الاتنين. دلوقتي الشتلة دي معانا جاهزة للزراعة، خلينا نتأكد الأول إن مفيش جذور تحت الجذور ده اهي، لازم إن احنا نقصها عشان ما تعيقش حركتنا واحنا بنشيلها من القصيص. خلاص دي الحفرة حطينا فيها شوية سماد وهنحط فيها شوية رمل سمسم، اوكي بس. بعد كده نشيل الشتلة بتاعتنا ونزرعها تمام، ونحط لها حواليها الرمل وعلى طول نوصل لها المية، نغرقها مية عشان نفرغ الهواء اللي حوالين الجذور. مجرد ما بنحط الايه الرمل، دلوقتي الشتلة دي معانا جاهزة للزراعة. اوكي قبل ما نبدأ زراعة احنا دلوقتي بنتكلم عن زراعة الشتلات في الأرض المستديمة، لأن في ناس كتيرة بتشتكي إن بيزرع ويموت. أساسي لازم تعطي مية على طول تفريغ الهواء، تاخد بالك وانت بتعمل البوتس من الشجر نايمة على الجنب لو في أي جذور، لأن ساعات الجذور بتبقى طالعة من الإخرام هنا بتعيق عملية نزول الشتلة. نقصها عشان تبقى تطلع معانا بسهولة. دي الحفرة هنحط فيها شوية رمل السماد الأول تحت التربة تمام، وبعد كده هنشيل الشتلة. ايوه لاحظ الشتلة طالعة معانا مجموعها الجذري بالرمل بكله. بعد كده نبدأ نحط الرملة بتاعتنا، او التربة يعني، عندك رمل عندك تربة، احنا بنزرع هنا في اماكن صحراوية ففي عندنا رمل باستمرار، لو عندك تربة طمية او بيت مس او اي حاجة براحتك عادي. طبعا هنبدأ ان احنا نحط الاطارات بتاعتنا او مصدر المية، اهم حاجة ان احنا نغرق بعد الزراعة مباشرة المية لتفريغ الهواء اللي حوالين الجذور. اوكي بنحاول دايما زي ما احنا شايفين، طبعا احنا حطينا من الشتلة يطلع 5 سم دفلنا عليهم، ويكون حوالين الشتلة رمل عشان المية ما تلتصقش في الساق مباشرة، بعد كده ايه نخش في مشاكل الامراض الفطرية وتعمل رنجنة وكده. زراعة اشجار الرمان احنا بنزرعها النهاردة وتنطبق بقى على كل انواع الاشجار او اغلبها نفس الوضع. اهم حاجة تاخد بالك من الجذور، تاخد بالك ازاي تطلع الشتلة زي ما هي من البوتس او من القصيص او من ايا كانت الزراعة، انك انت تحافظ على المجموع الجذري بقدر الامكان، انك انت بعد الزراعة مباشرة تفرغ التربة من الهواء اللي حوالين الجذور، وان شاء الله بتزود معاكم. لو في اي استفسار في اي حاجة احنا تحت امركم. دي الشتلة الثانية، ده المكان اللي احنا شغالين فيه الزراعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.